الاثريه الاوروبا الى الاثار الاتحاديه لاسقاط قانون التظاهر والابتعاد عن المعتقلين، لان قانون التظاهر يمثل عقبه امام تحرك القوى الاجتماعيه والعموميه. اذا كانت القوى السريه مستعده طول الوقت تنفذ تصفيات للحفاظ على حقها في التظاهر والاعتصام ومواجهه الثوره المضاده، الا ان هذا القانون بيضيق المساحات وبيحجم حركه العمال وحركه الحركه الشعبيه، وبالتالي هو مهمه ثوريه. مش خارج عشان قانون التظاهر بس، انا خارج عشان الدم المصري كله استبيع. الداخليه والقيادات العسكريه استباحت الدم المصري. احنا بنتظاهر ضد قانون التظاهر اللي احنا مش معترفين بيه. ومره نقول بقى انه ما ينفعش يبقى في قانون تحرش ما يطول واحد سنه، وعندنا قانون تظاهر اللي هو حقك تفوت عليه 8 سنين. الثورة المصرية في 2011 أصدرت قانون الطوارئ، والنهاردة قانون التظاهر هو محاولة لاستعادة نظام ما قبل الثورة. عشان كده احنا جايين النهاردة نقول يسقط قانون التظاهر وتعود الثورة. ضد قانون التظاهر، الحريه للمعتقلين. بتظاهر ضد قانون التظاهر لان هو القانون اصلا يلغي الحق اللي مكتوب في الدستور ان احنا من حقنا نتظاهر. انا ضد قانون التظاهر والحريه لكل المعتقلين. انا ضد قانون التظاهر. النهارده احنا نازلين ضد قانون التظاهر لانه بيعتدي على الثوره، بيعتدي على حق الناس اللي بتعبر عن رايها، بيعتدي على حق الناس في اللي هي ترفع مطالبها باي وسيله سلميه. قانون جائر جدا ان هم حتى مش ملتزمين، هم الدوله نفسها مش ملتزمه بالقانون نفسه، يعني هي بتدي عقوبات اكبر بكتير من اللي معروف القانون ده. مره وانه قانون التظاهر ده قانون معمول علشان يحمي ثوره مصر وصوت مصر وصوتنا اللي احنا اتفقناه من دم. كل شبري وكل مصر.